وتعلمون أنني صرحت في السابق أنه سيستقبل يعني لجنة إنشاء المؤسسات على مستوى الوزارة، بدأت في إشغالها انطلاقا من يوم 23 جوان، ونعتزم بحول الله إنشاء ما يربو عن 600 مؤسسة تعليمية للأطوار التعليمية الثلاث، يعني الثانوي والمتوسط والابتدائي، وكذلك عدد كبير ومعتبر للمطاعم ولإنصاف الداخليات وللملاعب المدرسية وقاعات الرياضة، وكذلك لوحدات الكشف والمتابعة. قد